الترابيزه دي والترابيزه دي. بسرعه شويه يا شباب. وعليكم السلام. السلام عليكم يا ريس. خد يا استاذ ال 10 جنيه دي. بتاعت ايه؟ انا عايز سندوتش حواوشي من الكبير. لا معلش مفيش حواوشي ب 10. مفيش حواوشي ب 10؟ انا واخد الرغيف امبارح ب 10 جنيه. من ايه؟ من هنا؟ اه. مين اللي دهولي؟ من واحد هنا شغال بينادوا عليه بيقولوا له يا شوي. شوي؟ امتى وفين ده؟ هنا في المحل امبارح. يا شوي تعالى لي. انا عملت له مشكله ولا ايه؟ الحاج جاي بيقول لي عايز رغيف حواوشي ب 10 واخد امبارح رغيف ب 10 مش فاهم حاجه. هو جالي امبارح. تسلم ايدك يا شوي. الف هنا. تسلم ايدك. الف هنا. شوي. استاذ انور. انا قفلت الحسابات جوه قفلت الدنيا تمام؟ تمام. في شويه حاجات كده في الاوضه عايزك تعملها. تمام. وظبط لي المكان. خد بالك من الزباين. انت رايح في حته؟ اه واصل مشوار كده وجاي بسرعه. تمام؟ اتاخر عليا؟ يعني شويه ساعه كده ولا حاجه. خد بالك من الناس مش عايز حد من الزباين يشتكي من حاجه. لا في عينيا. اللي موجود. في عينيا. تمام؟ في عينيا. اعتمد على الله ثم عليك. ماشي يا استاذ. ماشي؟ ماشي يا استاذ انور. في رعايه الله. السلام عليكم يا استاذ. وعليكم السلام. هو حضرتك بتاكل ايه؟ انت شايف ايه؟ حواوشي. الرغيف جاي. امال بتسال ليه؟ انا ب 50 جنيه. 50 جنيه؟ اه. ماشي يا استاذ. السلام عليكم يا ريس. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا ريس انا معايا 10 جنيه بس كان نفسي في الحواوشي. 10 جنيه؟ اه. احلى 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 رغيف حواوشي. اتكلم جد. ايه اللي احلى رغيف حواوشي؟ ايه اللي احلى رغيف حواوشي؟ ايه يا ريس في حاجه ولا ايه؟ هو هيبيع ب 200 ولا ايه؟ ازاي ب 200؟ ايوه ب 200. تعالى بس هنا. ايه يا ريس ايه ده بس انا ماشي خلاص. يا عم ولا ماشي ولا مش ماشي. هات ال 10 جنيه. اصبر بس يابا ال 10 جنيه. انت هتمسك الاكل من الراجل. يا عم اسمع بس. خلاص انت خلاص انت يا حاج. طب عايز افهم بس يا عم كلمني بس انا هنا بكلمك على فكره انا مش شفاف. طب كلمني بس بالراحه. رغيف الحواوشي انت بتقولي بكام؟ هو راجل معهوش فلوس. انا بره عني راجل بقى هو ب 50 جنيه. انا هدفع الباقي ما انت مالكش دعوه. يا عم ازاي انا ماليش دعوه؟ انا مش عارف ايه شغل الزمتين ده؟ انت مال حضرتك ده اول ما بيشتغلش ليه؟ ما انا شغال والله. ما شغال. شغال بس بتحب تستكلن. يا استاذ يا استاذ يا استاذ يعني عيب كده ما ينفعش. يا باشا ولا عيب ولا مش عيب. خد يا ريس هات ال 10 جنيه. لا لا يا باشا الف هنا. هات ال 10 جنيه والله خلاص. لا 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 هات ال 10 جنيه. لا خلاص والله. لا والله. خلاص والله. اقول لك على كل حاجه. كله. اللي انا اكلته منه كان ب 10 جنيه. يا عم صلي على النبي. انت شغل الصعبانات ده ما بيدخلش دماغنا. طب اتفضل يا استاذ. خلاص استاذ محمد مش هينفع اللي انت بتعمله ده. يا عم خلاص شوف انت عايز تعمل له ايه واعمله له. انا بقول لك انا شلت الباقي. انا شلت الباقي من جيبي. شلت الباقي نسيب تدفع من مال. بقول لك يا ريس هو اسمك كريم ايه؟ شوقي. بص يا شوقي لو انا هعمل لك مشكله خلاص والله ممكن ترجع. لا 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 انا قطمت قطمه بال 10 جنيه خلاص. كله. لا كله هو الرغيف هنا اصلا بكام؟ هو ب 50 جنيه. طب انت عملت معايا كده ليه؟ روح يا عم الحاج الله يصلح حالك يا عم الحاج. متشكرين يا ريس. السلام عليكم. ادعيلنا دعوتين. يا رب كرمه. وما قلتليش ليه؟ ما عرفتنيش ليه؟ انت كده تعملنا مشاكل مع الزباين لما حد يسمع يعملنا مشكله. مش كنت تعرفني الاول؟ معلش يا عم انور. معلش ايه بس وزفت ايه؟ معلش مساحه فين؟ ممكن انا ادفع لك حق الحواوشي بتاعه. حق الحواوشي بتاعه؟ اه ممكن انا ادفعه له. لا يا باشا ما تدفعش حق حاجه. متشكرين يا استاذ. ما تدفعش حق حاجه، انت خليك بس في مكانك وكل وجبتك. حق حلال. والف انا وشيف. احنا نعرف نتصرف في الموضوع ده. خلاص يا استاذ انا لو عامل لكم مشاكل بقى. لا لا مفيش مشاكل ولا حاجه، انا هعمل لك انا رغيف حواوشي بنفسي. ما كنتش اعرف والله. لما تعوز حاجه تعالى لي، بس بالله عليك توطي صوتك عشان الزبون ما يقولكش انت عامل تفرقه وتبيع بذمتين. هي مش ذمتين. هو انا براعي الناس اللي عايزه تاكل والناس اللي معاها فلوس وجايه تاكل برضه. تمام؟ انا هجهز لك الرغيف ثواني. هتجيب لي واحد بالكبير؟ بالكبير يا باشا. يا رب يكون في لحمه كتير. هتاكل هنا ولا هتاخده معاك؟ لا هاكله في الشارع وانا ماشي. هاتوا كده في ايدي، هاتوا كده في ايدي. لا انا مش عايز علبه بلاستيك. اتفضل. انا هاخده. يا عم اهو اهو. خد يا استاذ ال 10 جنيه. يا عم خلاص خليها عليا انا المره دي. خليها عليا انا. متشكرين يا استاذ. ماشي يا باشا. انا بحب اكله مخبوز كده. ما تتكررش تاني. حاضر.